التفاصيل الكاملة لوفاة عبد الرحمن العنزي غرقا في أمريكا. من 3 أشهر سافر المواطن عبد الرحمن مع شقيقه بندر كمرافق من أجل إكمال عملية زرع كبد في الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الحكومة الحالية في المملكة العربية السعودية. وبدأت قصة عبد الرحمن عندما زارهم ابن عمه الذي يدرس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية. ابن عمه ذهب للإطمئنان على صحة بندر شقيق عبد الرحمن، وبعدها طلب منه عبد الرحمن لتناول العشاء معه. وفي الطريق لذهاب لأحد المطاعم أراد عبد الرحمن دخول دورة المياه القريبة، وكانوا بالقرب من بحيرة. نزل وساب لابن عمه المحفظة والهاتف على أساس دخوله لدورة المياه، وانتظر ابن عمه ربع ساعة في السيارة لكي يعود عبد الرحمن. كل اللي حصل كان في مساء يوم الجمعة، وبعد قلق وتأخير عبد الرحمن قاموا بإجراء عمليات تفتيش كبيرة للعثور عليه. وفي الساعات القليلة الماضية تم الإعلان رسميا عن العثور على جثة عبد الرحمن في إحدى بحيرات مدينة كليفلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت عملية التحضير لنقل جثة الشاب عبد الرحمن إلى المملكة العربية السعودية. ولحد هذه اللحظة لم يذكر السبب الحقيقي لغرقه. الشاب عبد الرحمن مواطن سعودي ولد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 1994، يبلغ من العمر 29 عاما. عبد الرحمن متزوج ومعاه طفلان، وتوفى في ظروف غامضة في بحيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في 29 يناير عام 2023. رجاء الدعاء له.